الخير وصباح الصحة والسلامة، ومرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. اليوم إن شاء الله الموعد فيها غادي يكون رفقة دكتور عبد الخالق الرمضاني، متخصص في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، ونزولة عن طلبات ديال المستمعين والمستمعات. احنا في سلسلة من الحلقات اللي هي خاصة بأنواع البشرة. سبق وكانت حلقة ماضية رفقة دكتور عبد الخالق الرمضاني، تكلمنا فيها على البشرة الجافة أو اللي كتعاني من شوفية، وفي نفس الوقت هي بشرة حساسة وما كتستحمل حتى شي حاجة، وكنعطى مجموعة ديال الخلطات اللي نقدروا نستعملوها بالنسبة لهذه البشرة. تطرح السؤال أيضا من عند بزاف ديال الناس، إلا كانت البشرة ميدمة أو دهنية كيف ممكن أننا نتعاملوا معها؟ اليوم كذلك غادي نجاوبوا على تساؤلات كثيرة على بعض الخلطات والوصفات اللي كيستعملوها الكثير من المستمعات، وكيسولوا واش عندها شي أضرار أو لا شي آثار ولا ما كايناش، واش ممكن تعطينا فعالية أو لما كتعطيش فعالية غير كيضيعوا في وقتهم. يعني الكثير من الأمور ومن الأسئلة غادي نجاوبوا عليها في الحلقة ديال اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. كنذكركم على أنه أرقام التواصل معنا دائما هي 05 22 46 72 50 51، أو 52، أو 05 22 88 00 60 61، أو 62. لكل المستمعين اللي بغاو يتواصلوا معنا ويطرحوا أي سؤال خاص بالموضوع في حلقة اليوم، غنشكر بزاف العديد من المستمعين الكرام على التواصل معنا، على التفاعل أيضا، على الرسائل ديالهم الأكثر من رائعة، على الكلمات ديالهم الطيبة والمشجعة في نفس الوقت. فشكرا، وغنبقى نقول دائما شعاري هو أنه كلمة شكر كتبقى قليلة في الحق ديالكم بزاف. ما كنبغيش ندخل في لعبة الأسماء باش ما ننساش بعض المستمعين أو الناس اللي كياخدوا ذاك العناء وكيكتبوا تعليق أو كيكتبوا رسالة والغرض ديالهم فقط هو التشجيع ديالنا. فلكم جزيل الشكر، لكم شكر جزيل ويعني كثير جدا. غدا فقط بالنسبة للأسئلة اللي كنا توصلنا بها، فأنا كنقول الحاجة ربيعة اللي كتعاني من مشكلة ديال البشرة اللي هي حساسة ولكن دهنية ماشي ناشفة، فخليك معنا لالا ربيعة غادي نجاوبوا إن شاء الله على السؤال ديالك. وبالنسبة أيضا للوصفة اللي أنت كتخلطيها بالحامض، واش عندها شي أضرار ولا لا، غتسمعي إن شاء الله الجواب في الحلقة ديال اليوم. بغيت نقول أيضا الياسين اللي هو العمر ديال 21 سنة والبشرة ديالو ميدمة بزاف وكيعاني من حب شباب، ما عرفش كيفاش يقدر يتعامل معها، ولو أنه متبع يعني واحد الأدوية من عن طبيب مختص في الأمراض الجلدية، وكيسول واش ممكن مع الأدوية يستعمل مواد اللي هي طبيعية ولا لا. كذلك غادي نجاوبوا على السؤال ديال شيماء، العمر ديالها 25 سنة، نفس الحاجة، هي عندها بشرة ميدمة ولكن في نفس الوقت هي مختلطة، يعني عندها مناطق اللي هما ناشفين أو لا فيهم المشكل ديال الجفاف، عندها مناطق اخرى في الوجه ديالها اللي هي دهنيه، فما كتعرفش شنو الخلطه اللي غادي تتبع، واش تتبع خلطات او وصفات اللي هما خاصين بالبشره الناشفه، او خلطات ووصفات اللي هما خاصين بالبشره الدهنيه. يعني مجموعه ديال الاسئله مستمعينا الكرام غادي نجاوبوا عليها في الحلقه ديال اليوم. كانوا بعض الناس سولوا على اعشاب معينه او على مواد معينه، منهم مثلا الودعه. الودعه واحد الحبه اللي هي بيضة كتشبه لذاك البياض ديال العين تماما في الشكل ديالو، فهي كنلقاوها في البحر. هذيك الودعه كثير من الناس كيستعملوها في خلطات كثيرة اللي هما خاصين بالبشرة الدهنية، واش عندها أضرار ولا ما عندهاش، شنو الفعالية ديالها؟ فهذه نقطة غادي نوقفوا عندها اليوم إن شاء الله من خلال برنامج صحة وسلامة. معروف على أنه الناس اللي عندهم أيضا بشرة دهنية كيستعملوا وصفات كثيرة، الأساس ديالها كيكون هو الحامض أو الخل، وممكن أنه لا قدر الله يبانوا عندهم أضرار. شنو هاد الأضرار اللي تقدر تبان مع استعمال هاد الوصفات بشكل متكرر؟ فإن شاء الله هاد الأمر كذلك غادي نتعرفوه خلال الحلقة ديال اليوم. فانا اعطيتكم فقط يعني النقط الاساسيه باش تبقاو معنا وتخليكم اوفياء لينا، مجموعه ديال النصائح اللي غادي نتعرفوا عليها معنا مع كذلك رفقه الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو متخصص في العلاج بالمواد الطبيعيه، باش يجاوب على كل الاسئله ديالكم في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. غنذكر كل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا دائما ف 05 22 46 72 50 51، او 52، او 05 22 88 00 60 61، أو 62. هذه أرقام اللي هي خاصة بالتواصل معنا. ممكن كذلك أنكم تبعتوا بالأسئلة ديالكم من خلال الصفحة الرسمية الميدغاجو عبر فيسبوك، أو لكينا إمكانية أخرى وهي أنكم تلتحقوا بنا من خلال انستغرام صحة وسلامة أوفيسيال، وخليوا أي تعليق ولا أي سؤال خاص بالموضوع ديال اليوم اللي كنذكركم به اللي هو على البشرة الميدمة واللي كتعاني من مشاكل، أو للبشرة الدهنية، وكذلك البشرة اللي كتقدر تكون في نفس الوقت بشرة اللي هي مختلطة، كيفاش ممكن أننا نتعاملوا معها. كانوا ناس كذلك سولونا على، لأنه سبق كنتذكر في حلقة هذه مدة اللي هي طويلة،
ولكن تبارك الله المستمعين كيعقلوا ما كينساو حتى شي حاجه. كان عطى الدكتور عبد الخالق الرنداني واحد الصابون اللي كنقدروا نصايبوه في الدار وعطى المواد الاساسيه اللي كتكون فيه. هذا بالنسبه للناس ربما اللي كيجربوا مثلا جيل او بعض الانواع ديال الصابون، ولكن المشكل بالنسبه لهم كيبقى هو هو. فكان عطى مشكور دكتور عبد الخالق الرنداني واحد الخلطه سريعه وسهله كيف ممكن انا نصايبو يعني صابون في الدار اللي هو صالح لجميع انواع البشره كيف ما كانت، سواء دهنيه سواء جافه سواء بشرة مختلطة سواء بشرة اللي هي حساسة أو اللي كتعاني من مشاكل. فكانوا كيسولوا واش ممكن أنه يعاود يعطينا المكونات مرة أخرى والطريقة. فأنا غنقول لكم إلا بقى لنا الوقت خلال الحلقة ديال اليوم أكيد غادي نتكلموا على المكونات اللي كنحتاجوا وكذلك الطريقة ديال التحضير، وأيضا غير خليكم معنا غنحاولوا أننا نعطيو بدائل أخرى ماشي فقط غير هذا الصابون اللي سبق وكنا عطيناه في حلقة ماضية، وإنما غنحاولوا كذلك نتكلموا مع دكتور عبد الخالق الرمضاني على شنو هي البدائل الأخرى اللي كتكون بمواد اللي هي سهلة واللي هي متوفرة في كل بيت. فمرحبا باتصالات ديالكم من الآن، وغادي نمشيو ناخدو معنا أول مكالمة من بعد غادي نرجع باش نرحبوا بضيفنا اليوم دكتور عبد الخالق الرمضاني. استقبلوا معنا فردوس على الخط من الرشيدية. صباح الخير فردوس، أهلا وسهلا بك معنا. معليكم صباح الخير اختي. اهلا وسهلا، صباح النور فردوس. كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله مرحبا بك. كنشكركم بزاف بزاف على هذا البرنامج الجميل. العفو مرحبا. بارك الله فيك عافاك خير. عندي واحد السؤال الله يستر عليك. اييه. انا دابا الوجه ديالي بشره ديالي مختلطه. نعم. وكنديرها بحال ما قلتي كنديرها المهم بحال هكا كندير شي حاجه بحال هكا فيها الحامض ولا شي حاجه. وكتخرج لي حبيبات. اييه. وكاينين عندي زيوت كنخلط زيوت ولكن ما كيجيوش معايا نهائيا. واخا ضروري فردوس قولي للدكتور عبد الخالق الرمضاني شنو هما الزيوت اللي كتستعملي باش يعرف واش هما صالحين للعن البشره ديالك ولا لا. كنستعمل زيت ارغان. ارغان اييه. وكنستعمل زيت اللوز الحلو. اللوز اييه. وكنستعمل زيت زريعه الكتان. وزيت زريعه الكتان واخا. نعم. كنستعملهم دابا وكنغسل بالصابونه ديال الحامض. وكتغسلي بصابونه الحامض اييه واخا. والله يستر عليك الله يرحم الوالدين. السؤال ديال الدكتور الا ممكن يعطينا زعما شي كخون ديال الشمس. اييه واخا واخا نتكلموا على هذه النقطه كذلك. شكرا لك فردوس تواصلتي معنا. شكرا جزيلا لك. شكرا بزاف بزاف. العفو شكرا لك وتحيه للناس ديال الرشيديه. صباح الخير واهلا وسهلا بك معنا دكتور عبد الخالق الرمضاني. تحيه لك، تحيه للطاقم المجموع، تحيه لجميع المستمعات والمستمعين. شكرا جزيلا. امطار الخير هذا الصباح ما شاء الله. الدار البيضاء في حله جديده. الحمد لله. ديما كانت هذيك الجمله الرائعه اللي كنقولوا للناس ديال زمان الله يعطي لنا العقل النفع. اييه كتوصل القلوب كيف ما كتوصل معها اشياء اخرى اكيد. اذا الدكتور عبد الخالق الرمضاني سبق وكنا تكلمنا على البشره الجافه والحساسه في نفس الوقت واللي كتعاني من مشاكل. اليوم وحنا في سلسله من الحلقات اللي هي خاصه بالانواع ديال البشره غنتكلموا على البشره اللي كتكون ميدمه او في نفس الوقت كتقدر تكون مختلطه، يعني ناس اللي كتقدر تلقى مثلا عندهم يعني الحناك ديالهم ناشفين ولكن ديك المنطقه اللي هي واخده الشكل ديال حرف تي فرنسية يعني الجبهة مع الأنف مع الذقن كيكونوا ميدمين. هاد الناس كيحيروا شنو يتبعوا، واش الخلطات اللي هما خاصين بالبشرة اللي هي ناشفة أو الخلطات اللي هي خاصة بالبشرة الدهنية أو لكن شي حاجة اللي هي خاصة بهم. أول حاجة البشرة الدهنية كنعرفوا أنه من ضمن المشاكل اللي كتعاني منها هو ظهور الحبوب، يعني الحبوب كيكونوا كيعانيوا منه هاد الناس بزاف، زائد هذاك الإدام اللي كيكون مثلا في الوجه. الإنسان كيقول لك راه كنغسل وجهي حتى الخمسة حتى الستة ديال المرات في النهار ولكن الحال هو هو. فهاد النوع ديال البشرة شنو كتنصح في البدايه كيفاش نقدروا نتعاملوا معها دكتور عبد الخالق الرمضاني؟ اول حاجه نقول ربما السيده والساده غيلاحظوا على انهم في خاصه الا كانوا احنا على ابواب الشهر المبارك. يعني الا كانت عندهم صيام في ظروف ممتازه. الا كانت يعني كنقولوا في ظروف ممتازه يعني في ظروف صحيه اللي كيتوازيها حتى تغذيه صحيه. يعني محيدين جميع الحويجات اللي ربما احنا كنفضلوا على انهم ما يكونوش كاع في الطبق المغربي. فغيلاحظوا على انهم ابتداء من الاواخر ديال النص ديال رمضان وداك الشيء يعني حتى البشره كتعاود تلقى الصحه نتاعها، وهذا خير دليل على انه من بداو من هذه نقطه البدايه هي تغذيه متوازنه لصحه جيده. من بعد منها كتبقى الحويجات اللي كنستعملوهم، وهنا ملي كنهضروا درنا على البشره الجافه دابا البشره الميدمه شنو هي؟ هي كتكون واحد الافرازات اللي هي كثيره، وهذيك الافرازات كما قلتي كتقدر هذاك لو سيبوم كيقدر يقصح وكيقدر يتشكل لنا في دوك لي بوغ
كيتحلوا وكيقدر يشكل لنا واحد بحال شكل ديال حاجز، وبالتالي كيبداو يتنفخوا مع الهواء والاكسجين كيقدروا يكحلوا اولا كتسد عليهم وكيبقاو بويض. وفي مع الوقت اذا كتكون متابعاهم تقدر تبعهم واحد الحاله ديال الالتهاب، اللي مع الوقت تقدر كذلك تعرض لواحد الحاله ديال التعفن. هنا حاولت نبسط اشنا هو كيوقع في الداس ديالنا. هنا بطبيعه الحال اهم حاجه اللي حنا كنركزوا عليها هي ان حنا هاد البشره نريحوها، ملي نريحوها بطبيعه الحال ما نكثروش عليها حويجات بحال الغسيل الزائد، راه ماشي هو في مصلحتها، حيت خاصه على ان كنعرفوا على ان حتى الكلور وفي بعض الاحيان كنلاحظوا ان بعض الحويجات اللي كيتنظفوا بهم واحد لي واحد لي واحد الكوطون كيقدر يكون فيه شي مكونات اللي منهم كيقدر تكون واحد النسبه ديال الكلور، فحتى هو ماشي في مصلحه هاد البشره هادي. اذا غير القطن اللي كنمسحوا به الوجه الا ما كانش صحي راه كيقدر مثلا يعطينا مشاكل. بطبيعه الحال ما كاينش ما احسن من كما كنسموا دوك المشورات زمان جات هذيك اللاجات اللي كيبقاو اعاده الاستعمال كتبقى يعني رخيص كتبقى رخيصه وكتبقى حتى من ناحيه الايكولوجيه احترام الطبيعة كتبقى أحسن صحة حتى للكوكب ديالنا، وكذلك يعني كتبقى صحية أكثر بطبيعة الحال كنعتزلوها من نوعية اللي كتكون ناعمة وجيدة. نعم ربما والنساء هذوك اللي كنتكلموا على لي ديسكات هذوك الدوائر ديال القطن كيجيوهم ساهلين وكيكونوا متوفرين، فهذا الشيء علاش بزاف ديال النساء كيستعملوهم. بطبيعة الحال علما بأنهم أكثر صحية أنهم هذوك اللي هاد اللي كما كن لاجيت غيوتيليزا. من بعد منها كنلاحظوا على أن في باش نعاود هاد النقطة هادي ما ننساهاش كمصادر هنايا في بعض المرات كنلاحظوا على أن حتى من ناحية التغذية الناس كيقول لك لا ما نحبسوا هذه نحبسوا هذه، فخاصهم يعرفوا على أنهم مهمة لهم مصادر غير بعجالة المصادر ديال الأوميغا 3، والأوميغا 3 بطبيعة الحال كنلقاهم في اللوز والقرقاح كنلقاهم في الأسماك اللوزانك والسيلينيوم والهادو كذلك اللي معروف كنلقاهم في اللوبيا كنلقاهم في واحد في الاسماك كذلك كنلقاو في واحد المجموعه من المصادر اللي مهمه لهاد المكونات الغذائيه باش كتعطي هذاك التوازن للبشره نتاعنا. بالاضافه الى ذلك يعني حتى الحويجات اللي كتستعملوا فحتى من ناحيه لو صابون اللي غادي تستعمل يكون واحد الصابون اللي يكون مريح للبشره، يعني يكون حتى البي اش ديالو اللي كيناسب البي اش ديال البشره نتاعنا. هنا ومزيان على انه ولو انها البشره مدمه فمزيان كذلك يكون فيه زيوت نباتيه. علاش زيوت نباتيه؟ لانها كذلك كتعطيه هذيك حتى هي واحد كتكمل لي ديك النسبه ديال الحويجات اللي هو محتاجينهم بحال بعض النوع انواع ديال الاحماض الدهنيه. هنا كنبغي نوجه النصيحه على ان احنا حتى فاش كنقلبوا على الكريمات وعلى المكونات اللي احنا كنستعملوهم مزيان خاصه لهاد البشره على انهم يكون فيهم واحد النسبه ديال زيوت نباتيه. هادشي بطبيعه الحال الا ما صبناش الا ما حاولناش مره نجتهدوا بحويجات اللي هما طبيعيين كيف ما غنعطيو واحد حاجه ولا جوج للسيدات اليوم. اذا هاد الزيوت النباتيه اللي كيكونوا عندنا في الكريمات حتى الا ما كاينينش كاين الامكانيه ديال ان احنا نضيف واحد نقطه ولا جوج في كل وقت ديال كل استعمال، بالاضافه بطبيعه الحال الى ان احنا مزيان هنا نتعلموا ان احنا نضيفوا كذلك واحد النسبه ديال الزيوت الاساسيه. وهنا الزيوت الاساسيه بغض النظر عن المكونات ديالها عندنا الزيوت الاساسيه المتوفره مثلا كاين الخزامه اللي متوفره خاصه لافوندو لانغوستيفوليا، كاين كذلك لا كامومي بلو ولا لا كامومي غومان اللي هي البابونج بطبيعه الحال من هنا النوع الجيد. بالاضافه الى ذلك كاين حتى تيتري ولا شجره الشاي اللي عندها هذيك الخاصيه ديال انها حتى منظفه للبشره، ويعني لدرجه انها كتعاوننا باش كنتخلصوا حتى من بعض الاحيان بعض التعفنات. اذا هنا مثلا وحتى التنظيف مزيان يكون التنظيف بحويجات اللي هما طبيعيين، وهاد العادات هذه للاسف فقدناهم. مثلا على القشره ديال البطاطا يعني كتكون خاصة لهذا النوع ديال البشرة. إذا القشرة ديال البطاطا بالنسبة للبشرة المقدمة يعني كمنظف كتجي في حلقة يعني هنا كتنظفها كتعاوننا أنها كتخلص من واحد مجموعة من الشوائب، وكذلك وهذه حتى هي كذلك حوايج حاجة اللي كنقلبوا عليها في هذه الحالة هذه هي كتكون مهدئة لهذ البشرة، حيث كما كنعرفوا هذه البشرة هذه كتكون شويه مهيجه اكثر من القياس. داكشي علاش حتى الزيوت الاساسيه اللي كنقلبوا اللي كنحتاجوها نديروها لها كتكون زيوت اساسيه اللي مهدئه. وحتى
حتى في بعض الاحيان السيدات كيعجبهم هاد كيعجبهم لي ماسك، ولو انه كما ذكرت على الاهميه ديال ان العلاج يكون من الداخل، كيبقى كيبقى اهم حيت ما نزاوجش على ان طبيعة الحال المسببات ربما ما طرقناش لهم غير بعجاله، راه كاين ما هو وراثي فعلا، كاين ما هو اللي عنده علاقه حتى لو ستريس، حتى الحاله النفسيه هي يعني الذكاء الوجداني ولا الانتيليجونس ايموسيونيل. كاين كذلك الاستعمالات ديال المكونات اللي حنا ذكرنا منهم، مثلا الافراط في استعمال حويجات اللي فيهم الكلور والحويجات اللي هما ايريتون للبشره، كنسمعوا بالسلفات، وهنا بطبيعه الحال السلفات اللي هو كمضاف يعني حتى الصابون اللي غادي نعزلوه خاصو يكون بواحد النوعيه جيده، بالاضافه عاد فاش كتجي التغذيه كذلك كتلعب واحد الدور كبير، بالاضافه بطبيعه الحال الى الاختلالات في الهرمونات، وهنا داكشي حتى بعض الانواع ديال لابيلو كيكونوا حاضرين، حيت ما نساوش على انه هاد الافرازات هذه فعندها علاقه كثيره مع الهرمونات الذكوريه لي زوندروجين ولا التستوستيرون، هذه فبطبيعه الحال يعني هنا فين هادو هما بعجاله يعني المسببات ديالها. اذا حتى من ناحيه مثلا في بعض الاحيان السيدات كيعجبهم يديروا ان بيتي ماسك اللي قدروا مثلا عزلنا قبيله القشره ديال البطاطا، القشره ديال البطاطا مثلا الجهه البيضاء كندوز واحد بطبيعه الحال يعني نقدروا واحد الخليط ديال من بعد منها نقدروا نديروا خليط ديال الخل نحتاجوا المقادير ولا المكونات بالضبط شحال غنحتاجوا؟ مثلا ملعقه ديال الخل، ملعقه ديال العسل، الخل العادي ولا الخل الابيض ولا خل التفاح؟ هو من الاحسن خل التفاح، خل التفاح ملعقه صغيره الا ما توفرش اي نوع، لان اللي كيهمنا في الخل هو ديك الحموضه ديالو. نقدروا نعوضوا بالحامض، كتعاوننا باش كتسد لي بور وباش كتنقص من ديك الافرازات. الحامض هو لانه ايريتون يعني مهيج بالنسبه لهاد النوعيه ديال البشره، يعني ولو انه فعلا حتى هو كيعاوننا بحكم الحموضه ديالو انه كيسد لنا لي بور وكيعطينا داك الحاله ديال التحسن، ولكن هو كيهيج يعني ملي كنكون بعدو من الاستعمال ديالو كيعاود الحاله كتقدر كتعاود ترجع. هنا بطبيعه الحال معها ملعقه ديال العسل، والعسل بطبيعه الحال كنعرفوا على انه يعني كيلعب واحد الدور كبير فيه كمهدئ كمغذي كمنشط، الواحد كيعطي واحد المجموعه ديال التوازنات، بالاضافه وهذه كنديروه وحتى الاستعمال ديالو كنستعملوه دائما نبقاو مع ديك البطاطا اللي تقشرناها بها، نقدروا هي ديت هذوك لي رونديل ديالها هو باش كندوز كنديروا دبتي ماساج للبشره ديالنا، وهنا بطبيعه الحال هذه كتعاوننا بواحد الاحساس بالتحسن، بواحد كتنقص عندنا هذيك النسبه ديال الدهنيه، وهنا كاشاره في هاد العلاج ولو انه بسيط وموضعي فكيناسب حتى باش كتكون ميكس، يعني حتى بحكم لانه نقدروا نستعملوه حتى عند الناس لانه اللي كتكون عندهم هذيك لابو ميكس واللي كنسموها مختلطة. فهنا بطبيعه الحال يعني كتخليها على انها يكون واحد تحسن، اللي بطبيعه الحال ما كيعنيش على انه ولا ما كيفيناش لان حنا ناخذوا المجموعه ديال الاحتياطات الاخرى. نعم فردوس كان السؤال ديال انك تستعمل صابونه ديال الحامض، واش هي عندها بشره مختلطه ميدما وناشفه في نفس الوقت، واش مزيانه صالحه للاستعمال ولا لا في الحاله ديالها؟ هي على حسب النسبه ديال السوغ غراساج ديالها. هي شنو كنعنيو بالسوغ غراساج؟ هو انه في لو صابون فاش كيتصوب يعني كاين واحد المساله اللي كتسمى لا سابونيفيكاسيون، شنو هي؟ عمليه التصبل. التصبل هي فاش كتخذ هذاك الزيت مع ديك المكونات الاخرى، وهذيك الزيت يعني فاش كيتخلط كدار لي العمليه ديال التصبل ديال لا سابونيفيكاسيون، وهذه العمليه هذه كتخلي على انه ما كتبقى لا الصابون لا الماده الاخرى اللي غالبا كتكون الهيدروكسيد دو صوديوم. وهنايا بطبيعه الحال في بعض الاحيان كنحتاجوا على ان باش يكون بوغ شي حاجه سكر كنخليو النسبه ديال الزيت اللي هي اللي تكون زايده شويه، واحد النسبه ديال 5% تقريبا، وهذا الشيء كنلاحظوا على ان حتى ديك الصابونه فاش كندوزها في يدنا كتبقى عندنا واحد الاحساس بان راه كاينه واحد الدهنيه الفوق. فهنايا مزيان انها تكون فيها هاد لو سوغ كاساج. الحامض كما ذكرت فهو مزيان،
ولكن كيبقى ان هذاك لو سيركاساج كيبقى، ولو ان البشره بشره مدمى فهو بالعكس، فهو ديك النسبه ديال كما ذكرت ديك الزيوت النباتيه فهي بحكم المكونات اللي فيها، خاصه مثلا النيجيل يعني كيبقى او ديال حبه حلاوه النيجيل اللي هو سانوش، كذلك حتى زيت ديال لولان ديال زريعة الكتان، فهادو زيوت نباتية اللي كيناسبو بواحد الشكل كثير هاد النوعية ديال البشرة. نعم، ناخذ معنا مكالمة أخرى هاد المرة. فاطمة على الخط من إيرفود، صباح الخير فاطمة. صباح الخير أختي. مرحبا بك. الله يخليك بارك الله عليك، صباحكم مبروك وعواشركم مبروكين، وكنشكر الدكتور على هذا البرنامج. مرحبا. وكنديروا بالنصائح ديالكم، انا الله يخليك عندي البشره ديالي شويه ناشفه واللون ديالي اسمر، ولكن عندي واحد البقع سود ماشي في الوجه كله غير في في في, في الجنب ديال حدا من ودنيه. في الجهتين بزوج ولا غير في جهه واحده؟ لا لا، الجهات بجوج اختي. نعم. بجوج. واخا فاطمه ان شاء الله نمشي للدكتور رمضان. وكنحاول، ما عمرني ما درت زعما شي حاجه ديال البومادات ولا شي حاجه، كندير غير داك الشيء هذا. نعم، وكتستعملي مثلا كتكوني خارجه على برا ولا حتى في الدار مثلا ليكرون ولا الكريم الواقي من اشعه الشمس؟ الاكخو ديال الشمس ضروري، مع عندنا الحراره راه كيعرفوا. أيه. دابا تبارك الله راه بقى كيسخن الحال. نعم. ضروري كندير انا الوقايه على حساب الشمس وداك الشيء. واخا غير شي وصفه طبيعيه من عند الدكتور الله يخليك. اييه واخا، ان شاء الله نجاوبوا على سؤالك فاطمه. ولو انكم تبعتي معنا حتى الحلقه اللي كانت فاتت مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني، كانت حلقه مفيده بزاف على البشره اللي هي جافه، حيت اليوم كنتكلموا على البشره الدهنيه. ناخذوا معنا بعد فاطمه من ارفود هذه المره خديجه على الخط من مدينه مراكش. صباح الخير لاله خديجه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير، كي داير اختي لاباس عليك؟ الحمد لله خديجه. كي داير اختي الدكتور لاباس عليه؟ الحمد لله. بغيت نسولك عافاك، عندي بنتي دابا عندها 7 شهور. 7 شهور؟ اييه عندها 7 شهور. عندها البشره مختلطه، مره ناشفه مره دهنيه. نعم. دوزت لها عند البيدياتر ديال اختصاصي في الجلد ديال الدراري الصغار. قال لي عندها البشره بحال هكا، مره كتنشف وكتشقق كتبقى ديز الدم. قال لي عندها مشكل ديال، قال لي هذا المرض كنقولوا ليه لاكزيما. ليكزيما؟ اييه. وتبعت لي الدواء وكل شيء وماكريمات وبزاف د الحوايج وما دار لي حتى شي حاجه، بس زعما الطبيب ينصحني الا كانت شي حاجه بالاعشاب. نعم، واخا خديجه. بدات هذاك الشيء ملي دارت 3 شهور. من 3 شهور؟ اييه واخا. من 3 شهور بدات هذاك الشيء. نعم، واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله خديجه، شكرا لك تواصلتي معنا، شكرا جزيلا. اذا نبداو بالسؤال ديال فاطمه اللي كانت معنا من ارفود. دكتور عبد الخالق الرنداني، هي عندها البشره ناشفه وعندها بقع اللي هما سمرين في الوجه ديالها، هي اصلا الوجه ديالها سمر. فسولتك شنو الاشياء الطبيعيه اللي تقدر تستعملها؟ ربما كيكون الغلط في الحاله بالنسبه للنساء انهم يفتحوا هذاك اللون اللي هو السمر، خصوصا اللي كان كيعطي طبايع او ديطاش في الوجه. هي اول حاجه حيت كنا طرقنا لواحد الحلقه وهضرنا على ان البقع السوداء اللي هي واحد الاختلالات اللي كتقدر تكون على مستوى ديال البشره، وهنا بطبيعه الحال هاد البشره هي اللي كتعالج راسها من خلال دوك التوازنات، وملي كتعالج راسها يعني كخاصها باش تخلص من هذوك البقع، ذاك البقع اللي كتكون بروفوند يعني كتكون من الداخل ومن بعد بشويه بشويه كدا باش كتخرج على برا، يعني معدل تقريبا واحد 12 اسبوع تقريبا اللي كتحتاج على الاقل. يعني هنا بالنسبه باش نقولوا على ان كاين دوك التخلص من البقعه السوداء في مده يومين ولا في مده اسبوع ولا في الاحلام، فهذه بطبيعه الحال هذه غير الحلم بها الواحد بطبيعه الحال. اما الواقع شيء اخر دكتور. اما الواقع الفيزيولوجيه ديال الحقيقيه الخلايا عندها مده باش كتجدد بطبيعه الحال. نعم. من الداخل لبرا يعني كيبدا واحد بحال دات البشره كتبدا تخلص بشويه بشويه من هذيك البقع. نعم. وهنا اذا كيبقى عنده علاقه مع الصحه ديال البشره مع العمق ديال هذيك البقع ومع السمك كذلك حتى ديال البشره نتاعنا. وهنا كما كنعرفوا للاسف بعض الاحيان كيتم الاستعمالات ديال بعض المكونات ولا بعض المنتوجات اللي كتكون فيها بعض المواد هنا اللي غير منصوح بها، ولا حتى النسبه الكميه اللي كتكون فيها ما كتكونش مدروسه، ما كتكونش مصوبه في يعني على مستوى مختبرات ديرماتولوجيه اللي مختصه فيما هو الديرماتولوجي، فبطبيعه الحال كتكون عندها مضاعفات خطيره على البشره
اللي كيتولي لدرجه حتى السمك ديالها كيولي ضعيف، حتى بعض الاحيان حتى العلاج ديالها كيكون صعيب حتى عند المختصين. هنا بطبيعه الحال حنا فاش كنعطيو مثلا بعض المقترحات اللي هي طبيعيه، فهذه بطبيعه الحال ما كيغنيش، لانه اي حاجه هي اختلال فضروري الاستشاره ديال المختص في الطب الجلدي. يعني هذا ما كيعنيش على ان نيت هذه مناسبه ان ملي كنهضروا على استعمالات ديال الحويجات اللي هما طبيعيين، فهنا بطبيعه الحال هنا كتمشي المصاحبه، ولكن في اي مشكل كيكون فبطبيعه الحال كتكون ضروري الاستشاره ديال مختص، وحتى من هنا باش نحيدوا حتى ديك المصطلح ديال بعض الاحيان بعض المنتوجات اللي حين طبيعي حيت راه كيعطي نتائج معجزه، هما كيعطيو نتائج مزيانه الا كانوا داخلين في واحد اللي حنا كنسموها واحد لا بريزون شارج انتيغراتيف، معنى واحد شموليه. هنا بطبيعه الحال كزيوت اساسيه وهناك زيوت نباتيه كذلك اللي كتقدر تحسن من هذه الوضعيه ديال البقع، نقدروا نشيروا مثلا هاد جوج ديال بيبان دو ريزان، لو انه قليل فاش نلقاو اللي هو العصف العصمد ديال العنب، الزيت الاساسي ديال العنب، الزيت النباتي عفوا، كذلك الزيت النباتي ديال اللوز اللي كيبقى كاين بعض الزيوت، زيت ارغان كذلك كيبقى نافع، كاين ديال نوازيت، يعني غير هاد الزيوت الاساسيه بالاضافه الى زيوت نباتيه، وكتبقى الزيوت الاساسيه من بين الزيوت الاساسيه اللي هي رائعه بطبيعه الحال. نضرب بجوج اللي هما للاسف غاليين بزاف، اللي هما لوغيي نوبل اللي هو الورقه ديال سيدنا موسى، بالاضافه الى السونتالو مالبوم اللي هو الزيت ديال العود القمري. هادو زيوت اساسيه للاسف الثمن ديالهم غالي، ولكن ما كيمناش ولكن ما كيمناش، ولكن جيرانيوم اللي هو البيلاغونيوم غيزونيوم اللي هو الزيت الاساسي ديال العطر الروزي فهو كذلك يعني بعض النقاط منه فهو كيحسن من هذيك التوازنات اللي كتخلي البشره تخلص تدريجيا من هاد البقع. المستمعة الأولى اللي كانت تواصلت معنا كانت سولت على واحد الخليط اللي فيه زيت أرغان مع زيت اللوز وحتى زيت ديال زريعة الكتان، واش هو صالح أنهم تستعملهم ولا لا، وغنتكلموا واش صالحين بالنسبة للبشرة اللي هي ميدمة أو لا مختلطة. فقط نتوقفوا مع فاصل وراجعين، خليكم دائما معنا وبرنامجكم الصحة والسلامة مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني متخصص في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. كنا تكلمنا على خليط اللي كتستعملوا للمستمعة اللي كانت تواصلت معنا في الأول بالنسبة لزيت أرغان مع زيت اللوز الحلو وكذلك مع زيت ديال زريعة الكتان، واش هاد الخليط صالح بالنسبة للبشرة اللي كتكون مثلا دهنية ولا مختلطة؟ هو صالح مزيان، غير هذا ما كاين فيما هو هنا حيت هنايا بطبيعة الحال كاين ديك الاستعمالات اللي هي شائعة اللي شائعة، وحتى المختصين يعني شنا هي الأكثر الزيوت النباتية اللي منصح بها خاصة في البشرة اليابسة الميد معفون او حتى المختلطه. فزيت ارغان مزيان، زيت ديال زريعه الكتان مزيان، خاصه المكونات اللي فيه، هنا هضرنا على الاهميه ديال الاحماض الدهنيه بالنسبه للبشره، بالنسبه لهذا النوع ديال البشره، لانه بغض النظر كيقول لك لا البشره ديال ميد ما خصنا نستعمل بين قوسين زيوت ناشفه، فهنا كنهضروا على هاد الزيوت النباتيه، لان حتى الذات وكاكاك راه محتاجه مازال بعض المواد الدهنيه اللي منها خاصه المصادر اللي في الذات ديالنا كتولي اوميغا 3 باش كتعطينا هذيك كتنقص لنا من الحالات ديال الالتهاب، ولو انها محتاجه حتى الانواع ديال الاخرى ديال الدهنيات. هادشي علاش كنفضلوا يعني ربما أولاد ديال السيزام مثلا يكون أو الجنجلان يكون أحسن، أو حتى النيجيل كذلك حتى هو كيكون هنايا كزيت، لأنه حتى الامتصاص ديالو كيكون بواحد الشكل اللي هو هو اللي قلنا ديال السانوج، هو ديال السانوج الحبة السوداء، هو ديال الحبة السوداء. نعم نفضل السانوج أولا كذلك حتى هنايا هادو نقدروا نديروهم باز نخلطوا معها الزيت ديال الأرغان ولا زيت ديال اللوز ولا زيت أي زيت متناول عندنا.
نعم غادي نتكلم، تكلمنا على الحامض، تكلمنا على بزاف ديال الامور اللي هي خاصه بهذا النوع ديال البشره. ما يمكنش ما نتكلموش دكتور عبد الخالق الرنداني، كانوا سولوا عليها بزاف ديال المستمعين، وهي المساله ديال الودعه، هذيك الحبه اللي كتشبه البياض ديال العين. بزاف ديال الناس اللي عندهم البشره ميدمه كيقول لك بلي كيدقوها وكيخلطوها ربما مع اشياء اخرى وكيستعملوها للبشره، الودعه واش فعلا صالحه بالنسبه للبشره الدهنيه؟ هي الودعه هي اشنو؟ بحكم مكونات اللي كتلقى، المكونات اللي فيها، فهي بطبيعه الحال كتخلي داك الاحساس يعني كتبهدأ، خاصه الا كنا ضفنا معها واحد مجموعه المكونات منهم مثلا هنا بطبيعه الحال هادو تهما ما نساهمش، لي زوفلوغال او لا لي زيدغولا بشكل عام اللي هما المقطرات. كان حنا عندنا المورد، عندنا المزهر، هادو حويجات اللي مزيانين مهدئين للبشره. اذا هادو كيتخلطوا مع الودعه. كاين هنا بطبيعه الحال ملي كنهضروا على الودعه كيلاحظ واحد المجموعه ديال الناس كيلاحظوا على ان حتى اللون ديال البشره كيقدر يتبدل بواحد الشكل اللي هو كتصفي البشره. هي في حقيقه الامر هي كتعطي واحد اللون اضافي اللي فحال لون خارجي عن البشره اللي كتبقى المده ديالو ربما في بعض الاحيان سوا حتى الايام. يعني قبيله هضرنا على البقع، والبقع يعني كاين بعض الكريمات اللي كيقول تحسن الحاله ابتداء من اليوم الثالث والرابع والخامس. فهنايا بطبيعه الحال كاين بعض وحتى هنايا ماركات عالميه اللي في هذه المده الزمنيه في انتظار على ان تكون واحد الفعاليه من العمق. فبطبيعه الحال هذوك الادويه حيت داك الشيء كيكون ديال الاسبوع الاول، ديال الاسبوع الثاني، ديال الاسبوع الثالث. علاش؟ لانه كيتخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الفيزيولوجي اللي هو ان البقع كتتقدد ديالنا كتخلص منها بشويه. بالاضافه الى ذلك فكتكون واحد الشكل ديال بحال ملونات اللي كتلصق وكتعطينا ذاك اللون، ذاك التحسن ديال اللون، وهي اللي كتبقى بشره صحيه. هي المواد اللي حنا استعملناها هي اللي كتعطينا هذاك اللون. بنفس الشيء بالنسبه للودعه خاصه في الايام الاولى، فهي بطبيعه الحال كتعطينا ذاك الاحساس بالتحسن ديال 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 اللون ديك المده ديال ديك السوايع ولا ديك الايام ولا يوم ولا يومين من بعد. نعم شكرا لك على هذه المعلومه لانها مهمه بزاف. مثلا الناس اللي كيخلطوا الودعه مع الحامض، حنا عرفنا اليوم الحامض باللي من الاحسن اننا نتجنبوه بالنسبه للبشره اللي كيكون فيها هذا النوع ديال المشاكل. فعوض الودعه ما تخلط مع الحامض كاين بدائل اخرى، وهو المقطر، اما ما ورد واما مزهر، وكنستعملوهم على البشره. وبلا ما ننسوا على انه الحامض وخاصه الا استعملنا معه شي ماده زيتيه بعض الاحيان، فهي كتمكننا بان احنا نستخلصوا خاصة من القشرة ديالو بعض المواد منهم اللي فيغو كوماريني، واللي هما مواد معروفين عليهم على انهم فوتوسونسيبيليزونت، يعني الاستعمال ديالهم مع الأشعة ديال الشمس فهي مسألة اللي غير منصوح بها، اللي بالعكس هنايا كتقدر تزيد تسبب لنا في شي مشاكل صحية أخرى. سمية في رسالة ديالها كتقول لك دكتور رمضاني الله يخليك، واش الودعة كتحجب؟ يعني يعني الوقت اللي كنبغيو نديروها كخلطه اولا كوصفه، قالت لك باللي كنضيفوا معها بعض المكونات وخاصها 7 ايام تبقى في واحد البلاصه مدرقه وما يشوفها الا اللي غادي يستعملها باش تعطي نتيجه. ربما علميا كنتكلموا على بعض الخلطات اللي كتنصح دكتور رمضاني انه 72 ساعه كتبقى في بلاصه بعيده على الضوء اولا، هذه علميا كاينه، ولكن التحجاب ولا الحجبوار ما نمشيو ناخذ معنا لطيفه على الخط هذه المره من ايرفود. مرحبا بك لطيفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباحكم مبروك العواشات. علينا وعليك لاله لطيفه. عرفت دكتور البشره ديالي سمراء وكان دير واحد البخودوي وفي ساعة كيعطي النتيجه، ولكن بمجرد ما كنخرج للشمس كيعاودوا يولوا البقع. واش حيت عندنا الحراره بزاف ولا ما نعرف. والبومضه ديال الشمس اللي كندير كتجيب لي بحال الحساسيه في عينيا. نعم. اي شكرا. نعم لطيفه الا سمحتي بغيت غير نسولك الماده اللي قلتي كتستعملي بغرض انها تصفي لك الوجه، واش كتستعمليها يوميا؟ كنديرها من الليل للليل وكتعطي نتيجه بزاف.
نعم ما عطاها لك الطبيب واش وصفها لك الطبيب ولا خديتيها غير انت بوحدك؟ لا خديتها هي هي هكا كنيت خديتها هي في السوق. نعم واخا لطيف نتكلموا على هذه النقطه وشكرا لك لطيفه تواصلتي معنا من ارفود. شكرا ربع وشركم علينا وعليك ان شاء الله. شكرا بصحه وسلامه يا رب. عائشه على الخط هذه المره من قرسيف، مرحبا بك عائشه. عائشه صباح الخير. السلام عليكم اختي عفاف. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على البرنامج. العفو مرحبا بناس قرسيف. تفضلي يا عائشه. بغيت نسول الدكتور، انا راجلي عنده البشره ميدنه بزاف. اييه وخصوصا ملي كاين عس بالليل، فاش كاين الصباح كتلقى ميدنه بزاف. نعم وصافي غير هادشي. نعم واخا ان شاء الله ينصحك دكتور رمضاني بالنسبه للزوج ديالك عائشه، وشكرا لك تواصلتي معنا من قرسيف. اذا نمشيو للسؤال ديال لطيفه من ارفود. دكتور رمضاني قالت لي كتستعمل ربما واحد الكريم الغرض انه كيصفي البشره، فعلا كيعطيها نتيجه، ولكن قالت بمجرد ما كتخرج الاشعه ديال الشمس يرجعوا لها ديطاش او لبقع اللي هما كحلين في الوجه ديالها. هي بطبيعه الحال ربما كنا تطرقنا لها قبيله. نعم لان كاين بعض المواد، كاين بعض المكونات اللي كتقدر تسبب لنا في ذاك الاحساس بالتحسن، ولكن هي في حقيقه الامر فهي راه ضرت لنا البشره نتاعنا، وخاصه كاين واحد المجموعه من المواد اللي كانوا شائعه الاستعمال، وقيل جميع السيده والساده عرفوني علاش كنتكلم. وهنا بطبيعه الحال اللي كانت من بين الاضرار ديالها، ولا ان السيده كانت كتستعملها كتخلينا على انها ان البشره ديالنا تعاود تتاذى، فبطبيعه الحال كتكون الحساسيه اكثر، كيكونوا الاضرار اكثر، منهم كتقدر تبان عندنا هاد المشاكل ديال بعض البقع. نعم باش السيده مثلا تخلص من هاد الكريمات وما تبقاش تستعملهم، ربما كيخصها بدائل دكتور رمضاني. لان دابا كتفكر كتقول لك وانا الا قطعت مثلا هاد البوماد او هاد الكريم راه الوجه ديالي غيولي حالته، اشنو البدائل؟ يعني باش يتخلصوا منهم تدريجيا حتى ما تبقاش دير هذاك الكريم وتعوضوا بمواد طبيعيه. هي دوك المواد الطبيعيه احنا تطرقنا لهم، هضرنا على زيوت نباتيه، وربما هنايا مثلا نفس الزيوت اللي تكلمنا عليهم اليوم، نفس الزيوت اللي نقولوا هاد الزيوت هادو باش من حيت غتجي صعيبه على ان احنا نصوبوا مثلا كريمه، نصوبوها على الاقل ديبوم اللي نقدروا نبداو نستعملوهم اللي كيعطيونا ذاك الاحساس، ويكونوا ناشفين بحال ناشفين شويه، يعني فيهم واحد من ذوك الزيوت اللي احنا طرقنا لهم. هي بطبيعه الحال كاين زيوت، كاين جوجوبا ماكاداميا، هادو زيوت اللي هي نباتيه اللي هي رائعه. نعم كانت مستمعه باش ما نساوش السؤال ديالها، تواصلت معنا من مدينه مراكش، عندها بنيته في عمرها 7 شهور، هي قالت بلي كانت البشره ديالها مره كتبان ميدمه مره كتبان ناشفه، من بعد ملي شافها المختص في الامراض الجلديه قال بلي البنيته عندها حاله ديال اكزيما، فهي كتسولك دابا هي استعملات يعني مجموعه ديال العلاجات اللي هي طبيه، وكتسولك واش ممكن تعاون ايضا باشياء اللي هي طبيعيه. البنيته في عمرها 7 شهور. هنا في 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 العمر ديال 7 شهور يعني احسن حاجه نديرو هي ما نديرو والو، لانه في لي ربما هنا الناس مختصين غادي يكونوا اكثر بلوز اكيبيك، يعني مجهزين اكثر على انهم يتطرقوا لهذا الموضوع، ولكن في اغلب الاحيان الاكزيما عند لو نوريسون ولا هذا من الاحسن في اغلب الاحيان كنفضلوا ان احنا ما نديروش، لانه واحد الاحتمال كبير على انها ما كتمشي. هنا نقدروا نستعملوا زيت نباتي ارغان مثلا، هنا زيت ارغان، زيت ديال اللوز، فهو زيت زيوت اللي كتناسب هذه النوعيه ديال البشره. من غير هادو ما نستعملوا حتى حاجه بلا ما نحتاجوا نستعملوا حتى شيء. في بعض الاحيان كنقدروا هادو نقدروا نستعملوا لهم واحد، نضيفوا لهم واحد نقيطه ولا نص نقيطه ديال الزيت الاساسي ديال الخزامه، فكذلك هنايا كتعطي واحد التحسن اكثر. علما بانه كما ذكرت احسن حاجه نديرو هي ما نديرو والو. نعم ياسين قال باللي عنده مشكل ديال البشره ميدمه بزاف وفيها حب شباب، كياخذ يعني علاج عباره عن اقراص، يعني علاج اللي هو داخلي اعطاه له الطبيب، وكيسولك دكتور رمضاني واش مع الادويه اللي كناخذ نقدر نستعمل حتى شي حاجه طبيعيه او لا بلاش. هاد الطرق هاد الحويجات اللي حنايا ذكرناهم فبطبيعه الحال ما نقدو ولا ما كيتنفعوا ولا ما كيتفاعلوا مع حتى شي ادويه اللي يقدر يستعملهم الانسان. نعم غادي نستقبلوا معنا فاطمه على الخط هذه المره من مدينه فاس، مرحبا بك فاطمه. فاطمه صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش مبروكه؟ علينا وعليك لاله فاطمه. عافاك حبيبه، عندي واحد جوج اسئله. نعم وحده خاصه بالشعر، عندي الفراغات من القدام
وشعري كيطيح. وسؤال ثاني بغيت نسول الدكتور على الخلطه ديال الزيوت واش مزيانه للبشره حساسه، زيت الصندل وزيت الورد وزيت اللوز. الصندل والورد واللوز بالنسبه للبشره الحساسه. اييه واخا لاله فاطمه نجاوب على سؤالك وشكرا لك. غنعتذر منك السؤال اللي هو خاص بالشعر، تسناي حلقات ان شاء الله في المرات المقبله بالنسبه للعلاجات الطبيعيه اللي خاصه بالشعر، غادي نجاوبوا فقط على السؤال ديالك اللي هو خاص بالبشره. اذا الخلطه ديال الزيوت كتستعملها واش هي صحيه بالنسبه للبشره الحساسه ولا لا دكتور رمضان؟ بطبيعه الحال ما فيها حتى شي حاجه اللي مهيجه مع الورد مع الورد مع اللوز، مع اللوز. فهما زيوت نباتيه اللي هي ما كامله كما ذكرت كنلقاو في حتى من ناحيه المكونات ديالها نقدروا نستعملهم ثلاثه. هيم ما كنحتاجش هذيك الخلطه الخماسيه، الخلطه الرباعيه، الخلطه الثلاثيه، ديك المصطلحات اللي الناس كتستعمل بزاف. فهي بطبيعه الحال كنحتاجوا في اغلب الاحيان. في بعض المرات كاين شي زيوت نباتيه اللي كتكمل بعضها بحكم المكونات اللي فيها، ولكن في اغلب الاحيان كنحتاجوا زيت واحد يعني او لا حتى نقيع، بحال مثلا نقيع مثلا ديال الزيت، يقدر يكون غير زيت الزيتون مع الورد. فهو كذلك ناخذ الورد ونرقدوه في الزيت البلديه، في الزيت البلديه ولا في الزيت ارغان ولا في زيت اللوز وندهنوا به. هذا كيبقى كذلك من بين الحويجات اللي منظفه ونتفاداو كذلك حتى ديك لو ميسيلاق داك الماء اللي هو خاص الماء اللي فيه الميسال وداك الشيء. فهو لا ما تخافوش مواكب دكتور الرمضاني، عارف البنات شنو كيستعملوا، النساء شنو كيستعملوا. لا هي بطبيعه الحال هنا الماء ورد، واحد التنظيف بالماء ورد كيكون احسن لهم بواحد الدرجه. وفعلا هذا الشيء اللي كنت غنسولك على المنظف بالنسبه للبشره اللي هي ميد، ما كانوا بغاونا نعطيو ديك الطريقه ديال الصابون، ولكن بغيت نقول للمستمعين راها متوفره من خلال يوتيوب، متوفره ايضا من خلال الموقع لالا بلس، فممكن انكم تلقاو الطريقه اللي سبق وكنتكلم عليها دكتور رمضاني كيفاش نحضروا صابون في البيت. تكلمتي على موارد كمنظف، شنو الانواع الاخرى ديال المنظفات اللي ممكن الانسان ينظف بها الوجه ديالو الا كانت بشره ميد؟ نقدروا نتكلموا على القزبر والمعدنوس مثلا، داك المرقد ديالهم ولا المغلى في الماء هي ولا غير صالح؟ ما محتاجينوش بزاف، نقدروا نمشيو بلا المرقد مثلا ديال الارغان. أيه؟ ديال الازير عفوا. أزير. فهو كذلك هو منظف مهدئ. الازير فاش نرقدوه في الزيت البلديه في الزيت البلديه ولا حتى نديروه اون فيزيون يعني نقدروا نديروه نغليوه وناخذوا الماء ديالو. كناخذوا الماء مغلي وكنحطوه فيه ونخليوه حتى كيدفى. نعم. وبطبيعه الحال هنا كنلعبوا بهذاك ديك الحراره حين تحتها هي مهمه ونتفاداو هنا بطبيعه الحال نتفاداو ديك الحراره المفرطه دائما. نعم. للاسف كنلاحظوا على ان مجموعه من السيدات حمام البخار لافابور مثلا، حتى حمام البخار الى الدار. فبطبيعه الحال هنا الاخوان المختصين هما متفقين على النقطه هذه. هو دائما كان دخول وخروج بمعنى ان احنا كيف ما حلينا الوجه فبطبيعه الحال ما نساوش، خاصنا ضروري في اخر النهايه ديال نسدوه هنا. بطبيعه الحال كتبقى حويجات اللي هما باردين هما اللي كنعاونونا باش كنسدو باش غير كنحلو المسام ونخليوهم محلولين. نعم. طبعا. شكر جزيل لك دكتور عبد الخالق الرمضاني متخصص في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه.